اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. الله يخليك. نورك. يعني كل اسبوع كده يعني كتير علينا كده يا كابتن. كده يعني تبقى كل اسبوع معانا كده ده عشان يعني عشان بنكسب بس كل اسبوع. ده شرف لينا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام. مبسوط؟ اه الحمد لله. مبسوط من مباراه الزمالك ومبسوط ان النهارده عدى. انت لسه حضرتك كنت بتقول لي ان الماتش ده كان هيبقى صعب جدا. لا هي دايما بعد الماتشات الكبيره تخاف من اي ماتش. ايوه يعني ليه؟ لان انت بتكون كل الدوافع وكل الاعداد النفسي صحيح. وكل كده والطموح وحاجه كبيره عاوز تطلع الهرم، واول ما بتبقى في القمه باداء ونتيجه تخاف بعد كده عمليه الاسترخاء لبعض اللعيبه، رغم ان هو برضو كولر غير يعني غير مجموعه لعيبه، فعشان ايه؟ هو فيها ذكاء. فيها ذكاء في ايه؟ ان هو بيجدد الدوافع. اللعيبه الجداد اللي نزلوا كل واحد فيهم او اللي كان مصاب او اللي كان بعيد جاي عنده دوافع تانية ما حسش بدوافع مباراه الزمالك، وبالتالي الدوافع الجديده اللي هي عنده يعني جدد دوافع الفرقه، ما خلاش الفرقه هي اللي لعب بيها مباراه الزمالك على اساس دولت الاعداد. بس دي مش مخاطره يا كابتن قبل بس ما طبعا مخاطره يعني ان هو برضو ايه، ان انا رايح واحد بقيمه علي معلول، ان انا رايح بقيه اللاعبين اللي ما لعبوش في علي معلول هو الباكين يعني الظهري صحيح، وهاني يعني ادي اتنين برضو من الاثنين الاساسيين، وبعدين رايح واحد زي كهربا اللي هو دايما بيفتح له السكه فيها وقفشه والسولية وكذا ودول قاعدين احتياطي. ولكن انا بتكلم على اللي بره الفرقه خالص يعني هل هي مش مخاطره من وجهه نظرك؟ طبعا هي مخاطره بس هو حاسبها. هو حاسب ان يعني عارف ايه، بس احنا بقى كمتابعين هو يمكن ما مرش بدي. البنك الاهلي دايما مع النادي الاهلي نتائجه مش اللي هي مظبوطه، ان احنا كسبناهم ماتش قبل كده مباراه واحده 1-0 صحيح، وتعادلات بعد كده يعني حاجه فرقه كده بتمشي يعني زمان كان يقول لك في السبعينات والستينات يقول لك ترام مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يكسب كل فرق الا ترام اسكندريه هو ده اللي يقف صد، دلوقتي جايين للبنك الاهلي فالحمد لله واحد ولا نص ولا ربع، المهم 3 نقاط. المهم هم دول الـ3 نقاط اللي هم بالنسبة لحضرتك هي نهاية الفترة السابقة بالكامل بالزبط. ونجاح جاي يعني نجاح بنعتبره نجاح أكثر من يعني أو ممتاز، مش هنقول يعني إن هو رائع لأنه إحنا تعادلنا 3 ماتشات أو 4 ماتشات. طبعا لا، فهو التعادل وبعدين أنت كمان رايح على كأس عالم. صحيح. رايح كأس عالم لازم تروح بالمعنويات، لازم تروح بلاعيبة سلام، ما هو برضه هو بيفكر في دي، هو رايح كأس عالم وكأس عالم عايز يكسب أول ماتش، فأول مباراة عشان يكسبها يبقى لازم كل اللعيبة عنده سلام، فهو كان في صراع ما بين استكمال مسيرة المباريات اللي وافز فيها بالإضافة إلى أن هو يحضر الفرقة لكأس العالم، لأن كأس العالم مباراة مش سهلة هناك، ومباراة تعتبر زي إيه كأس عالم، هي المباراة الأولى مهمة جدا لأنك هتوصلك لمرحلة لمركز. نعم. فمش موضوع نقطة أو 2 أو 3 أو فرقة صغيرة أو فرقة كبيرة، أهم حاجة المباراة الأولى هتساعدك إنك بتلعب بعد كده المباراة الثانية على مركز ثالث رابع أول ثاني في الأماكن دي كلها.